المرأة لا تكبر مهما بلغت من العمر، فالمرأة تعيش بالاهتمام وتموت بالإهمال. هذه قواعد الحياة التي نعيش فيها. الدنيا شيء غريب جدا، ممكن تلاقي واحدة عمرها 100 سنة ولكن تنظر لوجهها تحس انها طفلة، تحس انها لسه بتدلع او في دلال. اكيد وراها انسان قدر يديها الطاقة، قدر يديها الامن والامان والحب والحياة انها تعيش وهي لسه طفلة. وفي ناس بتمشي في الشارع تلاقيها عبسة، تلاقيها حزينة مقهورة. لازم يكون وراها راجل دمر حياتها، اضع الماضي وعمل كمان المستقبل بقى مظلم وشيء كئيب. ربنا يكفينا الشر يا رب العالمين.